هاي هذه ما كما قلنا احنا الوردة هاي مسكرة ها سكرة ها سكرة مازالت مش محلولة ها وخيتها مازالت مسكرة هذه كيف كيف 20 كيلو سميد في الميزان 15 كيلو باهي برشا خلاص زيد نحطو تاع بخرة رندا خلاص هذي مسكرة كيما العادة مسكرين الشكاير ها يا سيدي 12 كيلو هذي فضيحة فضيحة بأتم معنى الكلمة فضيحة شكاير مسكرين مكتوب عليهم 20 كيلو أما في ال 12 في ال 14 هذي في خسارة شكون هذي سبولة هاي سيدي هذه السبولة هاي سيدي هذه 20 كيلو هذا الميزان 16 يعني يتقزوا كل معمل وقداش يحط راه دقيزة هي وإحنا نخلصوا حقه كامل العطار قداش يذوق في المرارة نجيو للمقرونة باش نثبتوا في الميزانة هرطل يعني الميزان ما بيه حتى شيء تقيس السرعة ذي في الشكاير تخلصها انت كاملة في الدبو اما كي تحطها على الميزان تلقى شطر الشكارة ما فماش في خسارة العطار وفي خسارة المواطنة ذي ملا دولة